كي صوتوا عليهم لا في المعارضه ولا في الاغلبيه. خص هذه الاراده تكون مشجعه من طرف السكان، كل واحد فيكم عنده اقتراح المدينه تجدى احنا موجودين نستقبلوه ونتعاونوا معاه من اجل المدينه. كل واحد فيكم عنده جمعيه، عنده وداديه، عنده واحد حاجه اللي يمكن يقدم بها واحد حاجه لمدينه وجده، احنا مستعدين. ابواب البلديه مفتوحه، كل واحد فيكم شاف شي منكر في البلديه يبلغنا، غادي نتبعوا هذا المنكر ان شاء الله. الامور سوف تتغير ولكن غادي نتغير بينا كاملين، كلنا خصنا نساهموا في هذا التغيير، كلنا خصنا نكونوا واقفين الى جانب هذا التغيير. كاين واحد المعركة اليوم انتهت وهي المعركة السياسية الطبيعية بين الأحزاب اللي بغات تاخذ الرئاسة. هذه معركة طبيعية وجرت في كل المدن المغربية. هذه المعركة انتهت اليوم، فتحت لنا أبواب المعركة الكبيرة هي معركة إصلاح وجدة. ومعركة إصلاح وجدة هذه المدينة بغينا نتجه نحو الأحياء الشعبية، نحو فين كاين الفقراء، فين كاين المساكين، فين كاين الشعب المغربي، فين كاين الناس ديال وجدة الفقراء. بغينا نهتموا بهم وبغينا كذلك نهتموا بالمدينة. غدا إن شاء الله كاين واحد اللقاء صحفي اللي غادي نعرضوا فيه الخطوط العريضة ديال البرنامج. بهذا اللقاء ماشي بغينا نديروا الإشهار، ماشي بغينا نديروا السياسة، بغينا نأسسوا لواحد الوقت جديد، العهد الجديد يريد منا أمور جديدة ويريد منا أن نعطي إشارات للسكان بأنه كاين جديد. لأول مرة في تاريخ ديال وجدة واحد الجماعة غادي تطلع هذه الأسبوع ولا 10 أيام اللي طلعت، نهار الأربعاء سوف نقدمه اللي هو غدا إن شاء الله للصحافة المحلية والوطنية الخطوط العريضة ديال البرنامج ديالنا. برنامج ماشي ديال حزب استقلال لأنه رئيس استقلالي، برنامج ديال الفريق الذي يقود مدينة وجدة. كذلك بغينا نفتحوا واحد الباب جديدة وهي الباب اللي بديناها اليوم ديال الانفتاح على المجتمع المدني وعلى فعاليات المدينة وعلى التواصل. التواصل إن شاء الله سوف يكون مستمر. اليوم انتهينا من الانتخابات، حتى واحد ما عنده الحق يقول راه شي واحد راه يدير الحملة. اليوم ما حناش في منطقة الحملة، انتخابات ثلاث. اليوم نحن في منطقة التشاور، في منطقة الالتقاء من أجل مدينة وجدة، وهذا المنطق سوف يكون مستمرا داخل الجماعة ومع المسيرين ومع المستشارين إن شاء الله كلهم. كذلك كما قلنا من قبل في هذا المنطق ديال التواصل إن شاء الله سوف نحدث واحد البوابة في الإنترنت خاصة بالجماعة، وإن شاء الله سوف نصدر جريدة تعني الجماعة وكل أخبار الجماعة، مواقف ديال الأغلبية، المواقف ديال المعارضة، الأمور اللي وافقت عليها الأغلبية، الأمور اللي ما وافقتش عليها المعارضة، كل شيء بشفافية ووضوح. ما غاش نخليو القيل والقال وهذا قال وهذا ما قالش، كل شيء سوف ينقل إلى الشارع الوجدي. بغيت نقول لكم أول إجراء قمنا به إن شاء الله واللي غادي تشوفوه في الأيام المقبلة، ليغاليزاسيون غادي تولي الست والهند. ما غاديش تبقى ليغاليزي القهاوي، غتولي الست والهند. ليغاليزاسيون قانونيه مع ضمان الحقوق ديال الموظفين، حتى واحد ما غيضيع. بغيت كذلك على ذكر الموظفين، البارح اجتمعت مع الاخوان الموظفين ورؤساء المصاريع وقلت لهم كلمه بغيتكم تعرفوها، حنا ما داخلين نحاربوا حتى واحد، حنا داخلين نشتغلوا مع الموظفين، بهم باش غادي ان شاء الله نشتغلوا، ومعاهم ان شاء الله باش غادي نشتغلوا.